اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم ورد وفل وياسمين، أي شنية حوالكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين. فيديو جديد صديقتي اليوم، عندي هكا نهارين ما هبطش، شكرا من القلب كلكم تسألوا عليا وينك وينك وينك، هاني مانيش قدام عينكم. العزيز صديقاتي اليوم قدام عينكم، رجعت عندي هكا شوية أشغال، جت بحذية صاحبتي، عندي هكا حضرت لها فطور، زربنا شوية، دخلت لشهرها، فتولهيت معاها، ما نجمش نكمل معاكم هكا الأيامات هذية. المهم وليت هاني رجعت توا اليوم معاها، شوية أجواء هكا من قعدتنا، من ضحكتنا، من وليداتها وجوهم، ربي يفضلهم لها وربي يخلصوا حالها على خير. المهم هنا باش نشارككم زادة شنو حضرت فطور. عملت أول حاجة قصيت شوية طماطم وشوية بصل باش نعمل صوص. يا البنات صوم الطماطم مش طلع يا وخياني، مش طلع 2400 طماطم يا وخياني، يا اخي نورمال هذوما الناس نهار كامل وهم هم زادوا وهم طلعوا وهم هبطوا وهم خي ما يحسوش بينا، منش عباد كيفهم هكاك على أرض راسهم. تصوروا مشيت ناخذ في الطماطم لقيتها ب 2400، المعدنوس تصور بقداش خديت الربط ب 700 فرنك القطة نتاع المعدنوس. المهم تو نحكم بعد في الموضوع. هنا البنات عملت شوية باش نعمل سكالوب، حطيت له البصل وباش نفوحه باش نعمل بيه طاجين، حطيت شوية كركم شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية كليل شوية زعتر شوية لفحات لي عندكم، تابل وكروية شوية هكا ماء سخون حطيتهم معاهم ونخليهم هكا يتقلولي شوية في الماء. بطبيعة ما تخلوش زيت وبصل بركة خطر فيسها ما يتحرق، والنكهة يعطيها لكم مع الماء أبن يجيكم كيل مصلي حسيل. خليتهم هذيك يغلوا على رواحهم، وهنا عندي شوية بطاطا، تعرفوا الصغار يحبوا البطاطا، فعملت لهم البطاطا والزيت. يا البنات كان قلكم قداش درت على الزيت، ملقيتش ريحة الزيت ما فماش، ريحة الزيت صانق وقولوا نحنا ريحته ما فمي. يو خياني رانا بلاد الزيت، رانا بلاد الزيت، كيفاش ما فماش زيت؟ ما فما لا زيت، ولينا معناتها نتشهو في زيت السانغو، ولينا غريبة يا اخي باش نبقوا هكا على طول، من ماشيين الناس وين ماشيه تقدم ونحنا وين ماشيين وين نوخروا ونشتاقوا الحاجات. المهم هنا حطيت البطاطا قصيتها دي رونديل هكا وغسلتها، وباش نحط فيها شويه ماء ونفخها في الخل ديما كيما تعرفوني كيما العاده. اونترطون السكالوب نتاعي احضر، هذا هو كيفاش نحبو، نحبو دجاج ولا سكالوب ولا حتى لحم، انتم ما تحبوا تعملوا طاجينكم. هنا هنا البصل شوفوا محلي كيفاش معسل، وقت التختوخ نتاعو هذاك ديجا باش تعرفوها الطريقه. اما جيست البنات هكا حبيت نعاونكم في دباره لا اكثر لا اقل. هنا ديما هكا وين نبدا نقضي نمسح باش ما نخليش ورايا حد شيء. احسن حاجه اللي مهبلني ها هو جاء. وينو 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 زيكو وينو زيكو بحر. وعليكم السلام، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. وين وين ترى نطل ترى صديقاتي. جيت للمعدنوس وقصيته. المهم حبيت نحكي في الموضوع هذا، والله جاي أسف. دخول قرايه
ناسي على مربي بحالها، مرض وباء، وناس مشاعل الأسوام كأنه بيشتهزها معاها الدنيا هذه، وهي وقت اللي في لحظة ينجم البشر يخليها ويتعدى. اتقوا الله في هالبشر ذي، في هالناس ذي اللي بالحق راهي ما عادش خالطة، والله شيء أسف بالحق. اللي مشيت قضيت تصدمت خاطر فما بريود الحقيقة طحت فيها الأسوام بالكدا وصلت طماطم 600، أما بين ليلة وضحاها تتغير الأسوام وتطلع لألفين واربعمية في الطماطم، برك شنو نزيد فيها؟ تي نحنا توا في الصيف والطماطم معناتها موجودة، الخضرة نحنا بلاد الخضرة، يعني معدنوس كرافس الحاجات هذيك كل باللي يبيعوها هي هما ربحين، يعني حتى بميتين فرانك ديجا معناتها موجود وخلطين. يا أخي نبقاش أنا نهبط، الحقيقة سوق الحلفة وين في تونس راهو أسوامه معقولة بالقدا، وساعات نمشي نقضي منه، أما مش ديما باش نهبط أنا بالحساب متاع هبوطي الغديكة هو بيدو اللي باش نقضي به من بحذايا. الحقيقة بصراحة ياسر 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 طلعوا الأسوام ياسر، معناتها غرض نقول تقول أمي ربي فضلها غرض، يعني ناس تاكل برشة يعني تحب تربح فيسع فيسع. المهم هنا ربي جراء على صلاح كما يقولك الفرشيش، هنا باش نحضر الطاجين كل سكالوب اللي طاب هذيك فتفتو ومعاه المعدنوس ومعاه الجبن ومعاه العظم. ما عملتش بطاطا كما قلت لكم، زيت عندي طريف قديم خاطر صغيرات يحبوا الزي يحبوا البطاطا معناتها مقليه بالمقليه بيه، جربت بالقطانيه والحق نتاع ربي جت محروقه. مره عملتها وحدي من غير ما كانوا حاضرين بحذايا حتى حجتني لا علاق، هزيت البيدون وعديت عشيه كامله وانا ندور نفتش على ايطر، نفتش على طرف زيت ما لقيتش ريحته، قالوا لي ما فماش. هنا عملت 8 كعبات عظم وعملت معاهم جبن، يعني حارتين عظم وجبن، وانتم ما تحبوا راهو العظم. هذا اسهل طاجين واخف طاجين واقتصادي على الاخر بالنسبه، يعني ما لو فيه بطاطا له فيه معدنوس دجاج وشويه جبن اقتصادي وشويه عظم، وعملت شويه خميره كيميائيه باش ينفش لي هكا يطلع لي. وهنا بعثت راجلي جاب لنا الكفتاجي تحبوا صديقتي كما قاعدين تشوفوا فيه، وخذ لي زادة كعبات سمك باش نعملوهم في الفطور. هذا فطورنا اكثر اذا وقت اللي تجيني، ديما نعملوا سمك ونعملوا كفتاجي معناتها ناخذوهم من الشارع، مع انا نعمل حاجات في الدار، بطاطا شويه صوص اي حاجه، حاجات خفيفه. كما تعرفوا الدنيا سخونه مازال رغم انه خيف، اما الطقس نحس فيه اسخن من الصيف. يا زيكو ويجا بحذايا، نجي بحذايا، هاي باش نعملك النجو النجو، راه خذيت لك حاجه تحفة. تقعد بحذايا، وش قد بحذايا؟ خل نوريك شو خذيت. اوبا اوبا اوبا، اقعد هنا اقعد هنا، تقعد هنا، تقعد بحذايا، تقعد بحذايا ولا تمشي؟ ها كان نوريك شنو خذيت لك، شنو غمض عيني، ازح هنا غمض عيني، مغمض بالقدا بالقدا ولا حليت. تترارا تترارا، شنو هذا؟ سربخيز. سربخيز يعطيك الدور. هذا شنو؟ شنو اسمهم هذوم؟ شنو هذوم الكل؟ فغوي فغوي فغوي. هذه شني؟ وين لصقوها؟ عندك في بيتك حيط تلصق فيه ولا لا؟ يظهر لي عندك. عندي. اي يظهر لي يظهر لي. وهيك اللي ديما تعطيني اعطيني عنب، بعطيني عنب، بعطيني عنب. عنب. باه وهذي. تفاح. باه وهذي. ساعة كرومة. اي هذيك هي. شو اسمها؟ برد. برد. باه وهذي. انزاز انزاز بيه وهذا قرع قرع. شنو اسمه هذا؟ لا شنو اسمه هذا؟ قرع. شنو قرع؟ وش اسمه هذا؟ قرع. قرع بيه. هاي شدوا هذوما برا، وري ماما اجري يلا سكر وعسل ومن بعد نوروا المفاجاه الثانيه. يلا ريتو صديقاتي.
الدلاع عنده جرع محليه مصفر والبراء انتيحهم. المهم هنا عملت لهم البطاطا جليتها صحه وفرحه ليهم، ما متكلت في وقتها معناتها، بس ما عملناش ما حطيتهاش في الطاوله، معناتها تشوفوا الطاوله نتاعنا شنو هو فيه، ما حطيتهاش، حطيت الصحن برد شويه خلو يحبوا البطاطا نتاعي. شنو نعمل؟ ما تمسش راه تقعد بعديها، ما تمسش سبعة وستين. إيش نية سبعة وستين هذي؟ هذا إحنا عندكم وقت في بلادكم إسمه؟ سبعة وستين حتى البطور مامي. سبعة وستين بش ماميو؟ بيه وقتكم سبعة وستين. أنت عصباح ولا أنت علي؟ أنت عصباح ولا أنت علي؟ سبعة وستين. قولي ساعة أنت عصباح ولا أنت علي؟ أنت علي. أنت علي؟ مش أقعد الليل بهذنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. شنو هذي؟ شنو هذي؟ شكون شنو اسمها؟ نج نج. شكون يقول نج نج؟ نج نج انا. شكونك انت؟ انا نج نج. انت تقول نج نج؟ تحب انت نج نج؟ علاش تحبها نج نج؟ خاطر تحب تمسها. نو نو ديزولي ما تنجمش تمسها. علاش؟ على خاطر كان احنا نمسوا الكبار، ما الصغار ما يمسوش الكوجينه. يعرفوا كان يمموا صغار بيعاونوا مماواتهم على شدين اخواتهم، خلوش اخواتهم يعملوا بيتيس. شكون يعمل بيتيس؟ اسكندر. او رانا اسكندر، رد بالك على اخوك. وش مس؟ وش بك عملت فيك؟ ها اسكندر ولدي توا زيكو كيفاش؟ هي هذه مقصوصه. مش مقصوصه، ما نحينا لها كرش نتاعها ونحوا لها كرشها باش نعبوها هكا بشوية ملح شوية قرص. بوز سكر وعسل. إذا دورك باش تهزجني يا زيك. وين هبطك؟ واو باش نعمل لك شو ما تعجبك الماكلة شو تقول لي يم؟ يم 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 سكر وعسل. انا وزيك وش عاملين؟ لا لا اسكندر 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 اسكندر. اوبا 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 اوبا. اي مشوي مشو على الغاز، اي مشو على الغاز، مشو على الغاز، مشو على الغاز. اي مش على الغاز. اي بر ماما، ايش ماما، ايش ماما، ايش ماما، ايش ماما في لا بعد الفطور ما تاكلش بونبون تاو. واش تفهمنا كان بعد الفطور ناكل البونبون؟ ها اي مش تاو مش تاو. ريت صديقاتي نخرجهم يعاودوا يرجعوا لي يهزموا هنا وين هما. المهم هنا عملت صوص طماطم بصل ثوم، حطيت فيها شويه، ما عملتهاش حاره، جمله لهريسه عربي لفلفل مرحي احمر لحد شيء، شويه فاح شويه ملح شويه كركم، جات بنينه تهب الصوص. قلينا منها الكل، خليتهم يذبلوا بعدين قصيت عليها. ها لا لا ما قلتلكش زيد، قلتلك ميرسي ميرسي يا زيكو، انت تعاون فيا يعطيك الصحة. هاوكا باش نخليه بعيد على الكوجين، نمشي نقول لها برا نقول ماما تعطيني بابي سويدو ما نعرفش شنية هكيك بالعاني باش ما يبقاش بحث الغاز وانا ليا في الزيت. لازم يبعتو الصحة بونبون زيكو. اي مش وقته؟ شو وقت تو؟ تو وقت الفطور، نفطر وبعدين ناخذ البونبون. عطيني عسل. عسل؟ اي انتي العسل. هاي تاخو، هاي خود زيكو، وي اعطي الماما. وينك زيكو؟ وي هاني. تفضل. شو نقولو؟ دو ريان.
وهنا الطاجين زدته الحليب وحطيته في البيريكس هذه باش ندخله للفرن نخليه اذا مزروبه نقوي عليه معناتها الحراره، واذا مانيش مزروبه نخليها على نار هاديه. انا الحقيقه مزروبه عملته على 250 درجه، كل شيء فيه طايب، حتى مانيش حطيت له الشابلير، اما راهو يشد روحه على خاطر العظم يلمو. وهنا يا صديقاتي باش نعمل السمك، حطيت السمك عملت له شويه قارص وعملت له شويه كمون شويه ملح شويه فلفل اكحل حسيل وتفوحوا بشنو مستنسين تفوحوا، وانا باش نعملوا مشوي راهو. فما حاجه نحب نقولها ساق بالك كل شيء، اخت وعدتها باش نذكر حموده احمدو، يا احمدو عسلامه يا احمد، شنو احوالك لاباس، سكر وعسل انت بيا وليد، ربي يفضلوا لميمته وربي يفرح بيه، يتبع فيا يا اخي، انا قلت لازم نسلم عليه، سمعت بيه قالت لي العصفوره راهو يتبع فيك وراهو يحب يشوفك يا اخي، انا قلت زاد انا نحب نسلم عليه، نحب نقول له ربي ينجحك، نحب نقول له اسمع كلام ماما ورد بالك تعمل هكا ولا هكا، راهو يوصلني كل شيء، نحبك عاقل متربي تقرب لقدا وربي ينجح اعمالك ويعطيك الوقت الطيب ويحفظك ان شاء الله لاهلك يا ربي. المهم صديقاتي هنا شديت السمكات، سخنت لهم المقلة وحطيتهم فيها. ديما نقول لكم برشا يقولوا لي فاتنا راهو المشوي يعني الكعبة تتفتفتنا والكل، راهي المقلة هي الكل في الكل، اذا المقلة نتاعك باهية انسي انه يشد لك السمك. كما قلت لكم هنا الصوص راني ما عملتش فيها لا فلفل لا هريسة لا حتى لأول مرة، وخذيت عملت سلايطة، سلايطة خاصة تشوفوها طويلتي في الاخر، عطوني عدنات البنات، شوية خس شوية طماطم شوية بصل، انا راني من صعب هيش قلت لكم راهي ضيافاتي ما فهمش ما ابسط منها. ساعات ضيفي مثلا يقولي فاتن راني جايك الحاجة، خاصة الاكلات العربي، خاطر نحنا مش مثلا ها باش نحطو الصومون ها باش نحطو كذا، نحنا علم مع الجو على القعدة، حتى تاكلي كعبة هكا طماطم ولا شوية خبز مع اي حاجة والله راهي سبحان الله ربي يبارك فيها وتجي فيها بنا مع الناس حاجة أخرى. قصيتهم ما فوحتش خطر الصغار باش يأكلوا منها زادة داير، حتى هي الطماطم صحة وباش فعليهم كي زي انت كيكة أخذوا منها، يحب الزيتون يحب الزيتون، والصديقتي يحب الزيتون شيء كبير ديما عادنا كيجي هذاك أول حاجة نحضرها له، نحضر له الزيتون. أوكي ما تشوفوا هنا نقلب مالجري المقلة متاعي معبية، وتقلب لي فاسيل مو ما فيش حد شيء، والقشرة هذيك في ساعة ما تتنحى معناتها من بعد تبدا سهلة خاطر ديجا تشوت هي. نودكم ولا نشهيكم وان شاء الله قسمكم في الجنة. هنا الطاجين متاعنا ظهر، القارص حطيته والله تبارك الله حتى الصغير كلام معناتها كعبته، معناتها راهو بالحق الصغيرات يلقوا الماكله بنينه وفيها مش حاره، سيرتو خاطر فما صغار ما يحبوش الحار، مالغري انا بنت جارتي معناتها مربيتها على الحار مربيتها على الحار، نوستي نوستي اش تحب الحار، كيفي طالعه شبيكم تصوروا نبدا في رمضان نطيب وشربه نعطيه الذوق وهي باش تشق فترها بحذانا، تخيلوا انتم اش تقول، والله راهي ذكريات حلوه برشا تقولوا فات نتهرر اما ما احلاها ايامات، نبدا انا نطيب ونعطيها من الطنجره هكا كي تجي باش تطيب نقول لها يا ذوقي لي على الملح وذوقي لي. نتفكر انا زاد صغري هكاك معناتها، وهي كي تكبر باش تتذكرهم الحاجات هذوك. المهم عاد تبدا تقول لي حاره وبنينه حاره وبنينه، تزيدني مثالش شوي. المهم الصوص نتاعنا حضرت، هنا باش نحط الكفتاجي في الصحن، حسيلو شويه شويه وعملوا طويله ما شاء الله، تو تشوفوها من ابسط الاشياء التكلف زايد، راهي الفايده في النظافه وفي البنه نتاع الماكله ومش الفايده في الاسوام الغالي، انا ديما نقولها لكم راهي من ابسط الاشياء تعملوا حاجات. هيا تخبى عندي تخبى عندي جيك بحا بحا زيكو بحا 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 زيكو في قلبي في قلبي زيكو بحا جيك 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 يا زيكو جيك 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 ما جيكش وين بحذاك هو؟ لا لا خرج خرج وين مشى؟ خرج مشى للروضة باهي بحا مشى للروضة زيكو
الحصيل ومحلها براءة الصغار، وهو متخيل اللي راجلي ما شافهاش واللي انا معناتها نخبي فيه بالحق، ويضحك وشي يعطينا من براءتهم. والله يعطينا من براءتهم. هنا خذيت الخبز، خذينا برشا انواع الخبز، نخاله، خذينا الطابونه، خذينا الخبز السميد، الحصيل وحطيتهم انا شنيك الخبز ديال البنات، والجازوز خبيته. صديقتي تحب الجازوز، معناتها باش ينحي لها كل الجير كل، وخبيناه على الصغيرات. حتى الجو خذيت لهم هكا تروبيكو، خبيته باش كان كيكملوا ياكلوا. هنا الطاجين هاني نقص فيه. اسمعوا هوش باش يقول لي باش يعطيني الطاجين. اجا شوف، اجا اجا شوف شنو عملت لك كيما المره الاخرى. يم يم ربكت بس سخون. والله بنينه كيما والله بنينه زيدو قال لي والله بنينه كل مره الاخرى. عطاجين ما هو يحب مش عامل بيا يبيب عليكم في الكاميرا، وامه تشد فيه الحصيل وهو عام بعميله. المهم تعرفوا الصغيرات وتعرفوا الجو نتاعهم، والحقيقه كي يجي يعمل نعمل معاه جو، وانا نبدا نناقش فيه ونبدا نقول له ذوق ذوق منه، يقول لي الحمد لله الحمد لله، نقول له لا راهو بنين هذا، راهو قوي، راهو يكبر، تحب تكبر، هو اللي قوي، هو يغسل يديه وحده كذا، هكاك الصغار تعمل لهم خاطر هما كلهم براءة ويصدقوا معناتها الحكايه. المهم يصدقوا الحكايه. هنا معناتها هذه طاولتي، نودكم ولا نشهيكم، وان شاء الله قسمكم منها في الجنه رغم بساطتها. ما شاء الله ما شاء الله فيها الخيرات الكل. الحمد لله يا ربي، اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال، وربي يرزق جميع المؤمنين. وجينا تقيلة، قالي نحب الليل تو هبطنا كل الستورات نتاع الشبابك، وجينا والبيبرو تبع. ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم.